أفاد مراسل العربي نقلا عن وسائل إعلام محلية صومالية أن شاحنة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية بمدينة بلدوين في إقليم هيران وسط البلاد. قالت وسائل إعلامية إن تفجيرا ضخما هز المدينة باستخدام شاحنة كبيرة ألحق أضرارا بعشرات المنازل والمباني القريبة من موقع الانفجار، ولم تتضح بعد الحصيلة الأولية لضحايا هذا الهجوم. يا ربي يا رحمن. للمزيد معنا من مقديشو مراسلنا الشافعي يبتدون. أهلا بك الشافعي، إذن هل من تفاصيل ماذا خلف، ماذا استهدف هذا الانفجار ومن يقف وراءه؟ نعم، التفجير الانتحاري الذي شهدته مدينة بلدوينة وسط البلاد استهدف نقطة تفتيش أمنية تابعة للقوات الصومالية. هذه المنطقة التي وقع فيها الانفجار تضم سوقا شعبيا ومحطة للحافلات. فيما يتعلق بحصيلة ضحايا هذا الهجوم حتى الآن الصورة غير واضحة، لكن وفق شهود عيان فإن الانفجار خلف عشرات القتلى والجرحى بسبب أن الانفجار وقع في منطقة مزدحمة. كما دمر هذا الانفجار عشرات المباني والمنازل المحيطة بموقع الانفجار. الحكومة الصومالية حتى الآن لم تعلق على هذا الانفجار الذي يعد هو الأول ابتداء من نصف الثاني من هذا العام. مدينة بلدون شهدت العوامل الأخيرة انفجارات بسيارات مفخخة وخلفت عشرات القتلى والجرحى. الانفجار الذي حصل اليوم حتى الآن لم تتبنى أي جهة بعد مسؤوليته عن هذا، لكن يتوقع أن تتبنى حركة الشباب مسؤوليته، لأن الانفجار الذي شهدته المدينة تم بسيارة مفخخة. وهل يحمل أي بصمات لأي جهة حسب المعلومات؟ حسب المتوفر حاليا فإن المتوقع أن حركة الشباب التي غالبا تنفذ هجمات من خلال سيارات مفخخة أو من خلال الأشخاص يرتدون أحزمة ناسفة، غالبا الحركة تتبنى تلك هذه التفجيرات، لكن حتى الآن الحركة لن تتبنى بعد. واضح. كما أن الحكومة الصومالية لم تعلق بعد على هذه على حصيلة ضحايا هذا الهجوم وطبيعة تفجير هذا الانفجار والملابسات التي أدت إلى حدوث هذا الانفجار الضخم في مدينة بلدوين وسط البلاد. من مقديش مراسلنا الشافعي يبتدون. شكرا.